السلام عليكم ورحمه الله. اخوان تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نخصوا نجاوب على بعض الاسئله اللي سولت في التعليقات. السؤال الاول اللي هو من عند الاخ ياسين بنيسيب. سلام، بغيت بروغراماسيون ديال تيليكوموند بور بوتون بانيك، ميرسي بور اكتيفي. وواحد كومونتير اخر كياكد بلي عنده كلافي ليد. بالنسبه للبروغراماسيون بالكلافي ليد، انا ما كنديرش بروغراماسيون كلافي ليد لان جاتني صعيبه شويه وتخليت عليها. مادام عندي كلافي ال سي دي نقدر ندير بروغراماسيون بالكلافي ال سي دي اولا بالبي سي. انا غالبا كنديرها بالبي سي لان كتجيني سهله وسريعه وما كتضيعش الوقت. ولهذا عملت حاليا انا دائما عندي كلافي هذا بحال لود لوتي ديال الخدمه، الماتريال ديال الخدمه دائما عندي هذا. نقدر نبرونشي واخا السيستيم خدام، نقدر نبرونشي ونعاود نبروغرامي ونحيدو. الفيديو كيفاش تاجوتي واحد كلافي البروغراماسيون ها هو تما كاين بالديتاي. ولهذا كنصحك من الاحسن خذ واحد الكلافي ال سي دي وخلي عندكم ان اوتي دو ترافاي وخليه تبقى تخدم به احسن من كلافي ليد. لان كلافي ليد باش تضبط مسائل الكلافي ليد صعيبه شويه وخصك تحفظ لي بروغرام كاملين وساعات البروغراماسيون ما كيكونش يبين لك شنو كدير. ومن الاحسن تستخدم كلافي اي سي دي اولا بالورديناتور. قبل كنا كنستعملوا هذا الادابتاتور، هذا هنا عباره عن جوج لي كابل. هذا بسيستم قديم، سيستم جديد كنستعملوا غير هذا الكابل هذا حيت كاين واحد بور يو اس بي بحال الكابل سامسونج هذا، زادوه لا سونترال. ولهذا القضيه سهله بالنسبه للبروغراماسيون لا سونترال مع بالبي سي. بالنسبة للسؤال على البوطون بانيك تيلي كوموند، انا كنت تكلمت على هاد لو ريسيبتور و ليميتور كيفاش بروغرامي تيلي كوموند مع لو ريسيبتور مع لا سونترال. الفيديو ديالها مشروح بالديتاي وبشكل مبسط. شني كيبقى هنايا، هاد لو ريسيبتور عنده جوج لي كانو، يعني جوج دروليس، يعني تقدر تخدم دو زون. واحد لا زون فهاد الحالة، واحد لا زون غتخليها ارمومو اي ديزارمومو بواحد بوطون، ولا زون الثانية يعني الرولي الثاني غتخدمو لونطري ديال بوطون بانيك. اذا غتاخد الرولي الثاني فيه هذا فيه الان سي والكوما والان او، يعني غتاخد كونتاكت فيرمي نورمالمون كونتاكت فيرمي، وغتدخلهم في لا سونترال واحد لا زون، وغتبروغرامي ديك لا زون كوميتون زون بانيك. قضية سهلة، إما بكلافي ال سي دي أو بالبي سي باستخدام البروغرام بروست. قضية سهلة. ممكن في القناة تدخل بلاي ليست وغادي يبان لك كل ما كيتعلق بلو سيستيم دالارم تيلي تيك، أي معلومة غتلقاها تما بديك البلاي ليست مشروحة. ندوزو للسؤال الثاني. السلام عليكم خويا ملمال، إذا كان ممكن تجاوب عليه الأثمنة ديال سيستيم دالارم و لي بورت سيكسيونيل وشحال تخدمو؟ شكرا. بالنسبة للأثمنة خويا، اتصل بيا في الواتساب لأن التماس مكنقولهمش هيدا على الهوا. اتصل معايا في الواتساب، هاد الرقم ديالي هو هذا، اتصل معايا في الواتساب ونديسكيتيو لي بري لي باش كنخدمو باش كنشري. السؤال التالي من عند خالد نشيط، واش كاين شي حل دي بي ار مشالو الكود هيك فيزيون؟ خويا هيك فيزيون انا مخدمتش فيها بزاف وما عنديش معلومات يعني كافية اللي غادي نقدر نجاوب عليها. كنصحك باش تدخل القناة ديال الأخ منصف تعلم كاميرا المراقبة، هي هادي اللي كتشوف هنايا. هذا الأخ الصديق ديالي هذا تكلم على هيك فيزيون بشكل مبسط، وعند الله أعلم عنده شي فيديو كيشرح فيهم هاد القضية ديال ريكوبيراسيون ديال المود باس وكيفاش. السؤال التالي من عند الأخ كالي ديوكس 10، شكرا على المحتوى الجيد وعليكم الجهد. نتمنى أنك تبقى تجاوبنا على بعض التعليقات اللي في نفس الميدان وشكرا. خويا التعليقات اللي التعليقات انا التعليقات كنقراهم كاملين، ولكن كتبقى بعض الخطرات التعليق ما يمكنش يتجاوب عليه هيدا وصافي، كيكون الجواب غير مقنع. ولهذا كنفضل انني نجاوب على بعض الاسئله اللي كتكون اللي كتطلب واحد الشرح يعني تكون عملي يعني اون فيديو. من الاحسن التعليق هيدا وصافي، لان الجواب في التعليق كيكون غير واضح وغير كافي. السؤال التالي من عند اخ عبد الرحيم بن موسى على الفيديو فونكوماكس. على الفيديو فونكوماكس كنت درت واحد الفيديو فونكوماكس. السلام اخي، مشكل عندي بدو مونيتور ما خدامينش، وكاتريام وبرومي خدامين والشيما صح، واش يقدر يكون مشكل سيكسيون دو كاب؟ شي نصيحه الله يجازيك بخير. بالنسبه للفيديو فونكوماكس
اولا الفيديوفون بصفه عامه، احسن جوده ديال الكابل اللي غتخدم به الفيديوفون وما يدير لكش مشاكل هو الكابل ال اي غريك اللي كنخدموا به حتى التليفون. تخدم كابل ال اي غريك ديال 3 بيرو ديال 5 بيرو، هذا عنده الجوده ديالو احسن جوده ديال النحاس، فيه النحاس بير انا غالبا كنخدم به، ما كيعملش الديفو. وهاد المشكل هذا عندك غالبا غيكون عندك شي مشكل في البرونشمون صافي، اما هو واخا يكون الكاليتي ديال الكابل ناقصه غادي يعطيك السينيال ويخدم لك معوض، يمكن الصوره تكون شويه فيها بارازيت وصافي. واحد السؤال من عند اخ محمد، بارك الله فيك اخي، ان امكن فيديو في الدوموتيك وشكرا. اخي انا في صدد هذا العمل على هذا الموضوع، هذا غادي ابتداء من الاخر الشهر ان شاء الله غادي نبدا بلا دوموتيك. هذا السؤال من عند الاخ بيغ جواشيم، ما عرفتش هذا واش كيتكلم باللغه العربيه ولا لا. كيقول جي اون سيرين انتيريور اي اكستيريور، عنده دو سيرين انتيريور اكستيريور سور لو بي جي ام 5. Il y a une résistance de 1 kg en PGM+ et PGM5. Dois-je inverser la polarité dans le paramétrage? Alors, en ce qui concerne le branchement de deux sirènes, la sirène intérieure et la sirène extérieure, la sirène extérieure elle est auto-alimentée, yani, elle contient une batterie. La sirène intérieure ne contient pas de batterie. Le mode de fonctionnement des deux sirènes est différent. La première extérieure qui contient la batterie, il déclenche en absence de plus 12 volts. La sirène intérieure, il déclenche en présence de plus 12 volts. C'est-à-dire, le mode de fonctionnement est inversé. Il vaut mieux les séparer en branchant la première en PGM5 et la deuxième en PGM4, par exemple. Et inverser la polarité pour la PGM5. Sual min ant Akhfoufou Bouzid. السلام عليكم استاذي، عندي مشكل في شاشه اكس بي ار، تظهر خطوط متوازيه بالعرض، من فضلك ما هو السبب؟ هذا كاين فيديو على هذا، كاين فيديو على هذا السؤال هذا. اذا كانت الشاشه يعني الكاميرا كامل فيهم ديك الخطوط هيدا، مشي بدل لاليمونطاسيون، جرب تبدل لاليمونطاسيون او علبه التغذيه هي اللي كتعمل هذا المشكل هذا. ندوزو السؤال التالي من عند الاخ ايوب عمري. السلام شيف، عندي واحد لا كيسيون ديال مشكل دي بي ال، تيبغي ديماري تيطفى شعال وطفى ديماراج ليد باور تسبقى. هذا غالبا الاخ ايوب غالبا غادي يكون الديسك دور مشالو، غتحيدو الديسك دور وغديماريه بلا ديسك دور. الا هو ديمارا غيكون الديسك دور مشى، الا ما ديماراش غتحاول تبدلو، تجرب له واحد ترونسبور ديال ليمونطاسيون 12 فولت 2 امبير، غتحاول تجرب له شي وحده اخرى، ولكن غالبا الديسك دور اللي كيدير هذا المشكل هذا بالديمار. واحد التساؤل اخر من عند الاخ لطفي 23، خويا والامبير في السياره يوصل حتى 60 امبير والموديم 2 امبير فقط ممكن يتحرق، التعليق على كيف تشغل الواي فاي في السياره. الحقيقه الباتري ما فيهاش 60 امبير، الباتري فيها اكثر من 60 امبير. دائما ملي كنعطي واحد لاشارج من واحد المصدر ديال الطاقه، المصدر ديال الطاقه يكون واخا يكون 100 امبير 200 امبير شحال ما بغى يكون الامبير، الا ركبنا معاه واحد لاشارج، هذيك لاشارج كتاخذ من الامبير فقط اللي كيكفيها، هي فيها واحد الريزيستونس اللي كتخلي الامبير ما يدوش شي يعني ما يدوش شي اكثر من العدد اللي مطلوب فيها. الباتري ديال السياره اللي ناقل فيها 60 امبير، انت كدير شارجور ديال التليفون، انت كدير شارجور ديال التليفون اللي ما كيكونسوميش حتى 300 ملي امبير، ما كيوقع حتى شي حاجه. علاش؟ لان الشارجور كياخذ الامبير فقط اللي غادي يحتاج هو، ما يقدرش يمر واحد التيار كهربائي اكثر من ديك العدد اللي مطلوب. هذا السؤال كيتسالوا عليه بزاف الناس، شكون اللي خاطر على الاجهزه؟ ماشي هي الامبير ولكن هي الطونسيون. اذا كان مثلا عندي واحد الجهاز كيخدم ب 12 فولت كيكونسومي نصف امبير، نقدر نبرونشيه مع الباتري ديريكتومون، واخا الباتري فيها 60 امبير ولا 90 امبير مثلا، الجهاز كياخذ فقط الامبير اللي غيحتاج فقط، واخا 0.1 امبير غياخذ 0.1 امبير، ما ياخذش اكثر. السؤال التالي من عند اخ تيكوتا رضوان. السلام، بغيت نسولك الله يحفظك، واش كاينه شي كاميرا كتخدم بالطاقه الشمسيه؟ جو اخ فاس عاصمه العيب، اخي يمكن لك تصاوب بكل بساطه، خاصك 12 فولت بلاكه صغيره وباتري وريجيلاتور. هادشي صحيح هادشي هذا،
كما قال الاخ خصك بلاكا 12 فولت بلاكا طاقه شمسيه بلاكا 12 فولت وريجلاتور دو شارج وباتري صغيره فقط هادشي اللي غتحتاج اولا يمكن لك تستخدم كاميرا مجهزه فيها بلاكا ديالها فيها كلشي ديالها كتبع هذا كومبلي ما سبقليش شفتها في الاسواق الالكترونيه ما عم ولكن ما سبقليش خدمت بها اولا تعمل الطريقه اللي قال الاخ فاس عاصمه العلم تاخذ واحد بلاك سولير صغيره بطاريه صغيره وريجلاتور دو شارج. السؤال التالي من عند اخ حمزه بيبي السلام عليكم من فضلك نقدر ندير موتور بورتا يسحل الداخل والبرا فيه 3 مترات طول على 3 متر عرض. نعم اخي ممكن بورت باتون البورت باتون وحده تسحل على برا وحده تسحل الداخل ممكن واحد الموتور غتقلب لي كولور غتقلب مثلا البني اللي هو قوي مع الاسود غتقلبو. ندوزو السؤال التالي عاود من عند اخ ماسكر حسن بونجور جي كيسيون اسكو بو اليمي لو دي بي ار افيك اون باتري ديريكت دو 12 فولت 165 امبير ميرسي دافونس. كيفاش واش ممكن نخدمو الدي بي ار جهاز دي بي ار او الاكس بي ار مع البطاريه مباشره؟ نعم اخي ممكن تقدر تركبها. البطاريه غالبا ما تكونش فيها 12 كيكون فيها 12 70 حتى 13 فولت 13 فولت غيخدم لك دي بي ار عادي ما كاين حتى شي مشكل. تقدر تركبها مع باتري ديال 165 امبيرور ما يخلعكش ديك الامبيرور ديالنا. دي بي ار غياخد مثلا كيخدم بواحد الامبير غياخد واحد الامبير من ديك 165 امبير غياخد واحد الامبير هو ما يوقع حتى شي حاجه. اللي مهم هي الفولت هي 12 فولت 12 فولت 13 فولت كيخدم دي بي ار عادي. هذا السؤال المليح من عند اخ عمري علي كيقول سؤالي المليح هو كيفيه اعداد جهاز دي بي ار دهوى على الواي فاي حاول بكل الطرق لكن الجهاز لا يستقبل اشارات الواي فاي رغم تغيير مستقبل اشاره اكثر من مره. جهاز دي بي ار ما كيستقبلوش الواي فاي يعني واخا بدل الكلي واي فاي ما استقبلوش الكلي واي فاي. الا ما استقبلتش الكلي واي فاي درت واحد الفيديو على الواي فاي كيفاش نخدموا دي بي ار بالواي فاي غتلقاوه هنايا في الدائره البيضاء. ولكن الا ما استقبلتش يعني هاد لاكلي واي فاي ما استقبلتش الاشاره ديال الواي فاي الحل اللي كاين عندك هو ميزاجور دي بي ار تعمل ميزاجور دي بي ار بلو سيت اوفيسيال ديال الدهوه. الطريقه الصحيحه كيفاش تقوم بهذا التثبيت الميزاجور غتلقاوها في القناه ديال الاخ منصف تعلم كاميرات المراقبه. الفيديو غنخلي الرابط ديالو في صندوق الوصف او في اول تعليق. أكون أخوان بهذا القدر وباقي الأسئلة إن شاء الله نشوفها في فيديوهات قادمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.